سيداتي والسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد. قررت شركة ميناء حاويات العقبة رفع رسوم مناولة وتخزين الحاويات بنسب قدرت بين 15 إلى 100%، وتطبق هذه الرسوم ابتداء من 16 من حزيران المقبل، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا في حجم المناولة تزامنا مع قدوم شهر رمضان، حزيران الجاري، والذي يزيد فيه الاستهلاك على المواد الغذائية. ووفق القرار فإن نسبة الزيادة ستكون 20% على رسوم الشحن والتفريغ الحاويات المستوردة والمصدرة والترانزيت والأقطرمة، أي الحمولة الكامل والفارغ التي تدفعها خطوط الشحن، وزيادة بنسبة 48.5% في التعامل مع مناولة أغطية العنابر، كما كانت نسبة الزيادة بين 14 إلى 15% في تسعيرة مناولة الحاويات التي يدفعها التجار للاستيراد والتصدير وعبور الشحنات، و40% نسبة الزيادة على إمداد الطاقة للحاويات المبردة، وزيادة 100% في رسوم التخزين على الحاويات الواردة، وزيادة 100% في رسوم التخزين على الحاويات التي الفارغة التي تدفعها الخطوط الملاحية. إضافة لذلك، تضمن القرار تخفيض المدد التي يتم فيها دفع بدل التخزين. للإطلاع أكثر على الموضوع أجرت رؤيا اللقاءات التالية. شركة ميناء الحاويات عمالها بترفع بالأسعار بشكل تجاري بحت ومش ملتفتة للوضع الاقتصادي في الأردن، وبتحاول إنها تحقق أرباح بكل الطرق المتاحة، تجارة بحتة. صارت عملية رفع أكثر من مرة، مع أنه العقد بيقول أنه كل 5 سنوات مرة، يعني أذكر آخر مرة كانت لرفع الأسعار سواء كانت المناولة أو التخزين قبل 3.5 سنوات تقريبا. ودائما هذه الرفع للأسعار بيتم بطريقة مفاجئة وبنسبة عالية جدا. القرار الأخير اللي أخذته شركة ميناء حاويات العقبة قرار خطير جدا على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وراح يكون له توابع راح تكون قاسية وراح يتحملها المواطن الأردني. وللأسف الشديد إنه الشريك الأساسي لهاي الشركة شركة تطوير العقبة أصبحت تاجر وتدعم أي رفع بتقوم فيه إدارة ميناء الحاويات، والسبب الرئيسي أنه هي أيضا راح ينولها جانب من هذا الرفع. احنا كتجار في العقبة نعاني من شركة ميناء حاويات من الارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وباهظ، يعني مقابل أنه من دون أي ارتفاع في الخدمات، ما في سرعة في الإنجاز، الأسعار يوما عن يوم ترتفع، مقابل إيش؟ كذلك في عنا الأسعار هي ارتفعت. شو السبب؟ العقد دائم 25 سنة للشركة بنفس الثمن بنفس سعر، كله تحقيق أرباح للشركة من الحاويات على حساب التاجر والمواطن الأردني. هذا خطأ، احنا بنرفضه بتاتا، ونتفاجأ يوميا بسعر ومنسمع أقاويل كذلك من الشركة انه راح يصير ارتفاع ثاني وثالث ورابع. طيب ليش؟ شو المشكلة اللي صارت عندهم لرفعوا الأسعار عشان يحققوا أرباح وأنا أزيد التكلفة على المواطن؟ هذا إشي راح يوجد سلبيات كبيرة عندنا، وبصير خلل في المبيعات وعجز عند المواطن شراء حاجاته. من هنا فإننا نناقش الليلة حلقتنا موضوع هذا القرار من حيث أسبابه ونسبه ونتائجه المتوقعة على الأسعار عموما. هذا الحديث مع ضيفينا كل من مدير العلاقات العامة والاتصال في شركة ميناء حاويات العقبة إيهاب الرواشدي والمهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان. الحديث والنقاش يبدأ بعد الفاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية هذا النقاش حول قرار شركة حاويات العقبة برفع رسوم المناولة والتخزين. أرحب بك مهندس موسى ساكت، أهلا وسهلا بك. أنا بك أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا فيك. بداية نبدأ معك سيد إيهاب، يعني أسباب هذا القرار الذي ربما يبدو أنه تفاجعوا في الأخوات التجار والصناعيين. أول شيء مساء الخير جميعا.
هلا احنا كشركه او الناس لما كانت تستفسر ليش ميناء حاويات العقبه قرر يرفع تعرفه المينائيه او تعرفه المناوله او بدلات الخدمات المينائيه لميناء الحاويات، احنا من سنه 2010 حتى تاريخه ما قامت ميناء حاويات العقبه باي تعديل على تعرفه ميناء على التعرفه العامه لميناء حاويات العقبه. أسباب كثيرة أدت فعلياً إنه تخلينا نوصل لموضوع اللي هي الزيادة. يمكننا نربطها بثلاث أمور رئيسية: نسب التضخم من 2010 حتى تاريخه تعدت، إذا سويناها مجاميع تعدت 21.5%. إذا طلعنا على تعرفة الكهرباء اللي قامت من سنة 2010 حتى تاريخه نجد إنها فعلياً ارتفعت علينا فوق 100%. إذا طلعنا كمان على بعد ثالث وهو كليتنا من يمكن دائما بنحكي فيه، واليوم كانت آخر رفع زي ما بيحكوها الأسعار المشتقات النفطية، فعليا ارتفعت علينا من 2010 ومستمرة حتى هذه اللحظة فوق 45%. فهذول مجموعة تعاونت مع بعض إنها فعليا قدرت إنها تخلينا كمينة حاويات العقبة نبلش نعاني نوعا ما من عدم القدرة بالاستدامة في عملياتنا الداخلية بالأسعار اللي هي بدلات الخدمات القائمة. عظيم. أنتوا كشركة تابعين للميناء ولا لشركة العقبة تطوير العقبة ولا مستقلين حكومية الشركة؟ احنا شركة ميناء حاويات العقبة الخاصة، شراكة ما بين القطاع الحكومي ممثل بشركة تطوير العقبة وAPM Terminals لمحطات الحاويات الدولية. عظيم. طيب خلينا نشوف مهندس موسى، يعني نسب تضخم منذ عام 2010، مجموع النسب وارتفاع 21%، تعرفة الكهرباء، مشتقات النفطية، يعني صبروا الناس ولكن يعني ما قدروا يتحملوا في الأخير، هيك الواضح. ماذا تقول؟ هي بالنهاية أنا زي ما فهمت وتحدثت مع بعض الإخوان في شركة ميناء الحاويات أنها هي شركة خاصة، فلذلك حقيقة يعني المبرر بغض النظر هو مبرر على هذه الشركة أو لهذه الشركة. أما إحنا في القطاع الخاص سواء كصناعيين أو كتجاريين أعتقد إن الحق كونه 50% أو 49% من المساهمة هي مساهمة شركة تطوير العقبة، فإن الحق إحنا الشراكة التي تنادي بها الحكومة ويعني ليلا نهارا إلنا حق أن تتحاور معنا وأن تشاركنا الرأي، خصوصا أن كثير من الرفعات خلال الأشهر الماضية حقيقة أصابت التجار وأصابت الصناعيين بشكل خاص. هذه القرارات يعني تعدد هذه القرارات خلال فترة قصيرة في حقيقة مؤلمة جدا، ولم تشاور أو تتشاور الحكومة مع أي من القطاعات الخاصة، وتحدث أيضا مع غرفة التجارة لم يعني تأخذ رأيها، غرفة الصناعة ممثلة بغرفة صناعة الأردن أو الغرف الصناعية الأخرى لم تأخذ برأيها، سواء هذا القرار أو قرارات شبيهة غيرها طبعا، والقرار الأخير اللي بتعرف عنه اللي هو 1% فرض ضريبة على المستوردات المعفاة. فحقيقة إن هذه الشراكة غير موجودة، هي عبارة عن للأسف سراب، عبارة عن حديث إعلامي لم نلمس نحن في القطاع الخاص. طيب احنا مين طرف المقابل لنا؟ باحترامنا للأستاذ إيهاب يمثل الشركة، هذه الشركة زي ما تفضل دولية، ما بنعرف وين مسؤولينها وين أصحابها، بس اللي بيمثلنا كأردنيين فيها شركة تطوير العقبة. صحيح. ها؟ هي نعم شراكة أكيد، فهم من الجزء الحكومي. احنا شركة تطوير العقبة مهندس موسى، ما يعني ما حاولنا نحكي معها؟ احنا يعني او التجار توجهوا لها، لانه هذول شركه دوليه يمكن من ضمن الخصخصه اللي تمت لموضوع الموانئ والكذب العقبي. طبعا طبعا. لكن الذي يمثلنا كحكومه ربما او اللي له ذراع الحكومي هو شركه تطوير العقبه، ممكن نتواصل معهم مثلا طبعا، ولكن القرار اتخذ يعني دخل. انا كنت اتمنى على الطرف الحكومي ممثل بشركه تطوير العقبه، وطبعا هي يعني شركه لها كل احترام لانه الاستثمارات في العقبه حقيقه يعني فيها شغل جيد جدا وفيها اثر حقيقه ايجابي على اقتصادنا الوطني، ولكن احنا بالنهاية احنا اذا بنتحدث على شراكة، الشراكة ماذا تعني؟ تعني التشاركية، بمعنى انه انا قبل ما اخذ اي قرار له اثر على الاقتصاد الصناعيين او على المجتمع وعلى المستهلك، حقيقة تأخذ بعين الاعتبار الاطراف المقابلة سواء غرفة صناعة سواء غرفة تجارة سواء جمعيات او نقابات اخرى.
لماذا تنادي بالشراكة إذن؟ ما دمت لا تطبقها. نعم. في وهذا اللي إحنا دائما بنحكي، وزي ما حكينا أكثر من ضربة يعني تلقاها الصناعيين. طيب أستاذ إيهاب، يعني لماذا أنتم لم تطلبوا، لم تحدثوا حوار أولا، لم تلتقوا بالصناعيين، لم تلتقوا بغرفة الصناعة، يعني خلينا نقول غرفة يعني شركة تطوير العقب مشغولة باستثمارات زي ما تفضل المهندس موسى، لماذا لم تجروا حوارا مع الناس؟ يعني رسوم مش قليل، انتوا رافعين من 15% ل 100%. يعني الناس الآن، الأخوان اللي سمعنا صوتهم قبل الحلقة، الأخ أظن عامر المصري، الأخ لؤي انصرات، قالوا أنه هذا الأمر سيأتي بالخراب على الناس، على المواطنين وعلى المستهلك. يعني أنتوا هيك قررتوا ترفعوا؟ أكيد لا. كيف لا؟ أي عملية رفع لميناء حاويات العقبة بتتم حسب الأصول. الأصول هنا بتتم أنه إحنا بنرفع على شركة تطوير العقبة ببغية رفع تعرفة ميناء الحاويات. طبعا انت ما بترفع التعرفه بكل بساطه انه والله انا قررت ارفع التعرفه تبعتي. بدك ترفع التعرفه، بدك تطلع كل البيانات اللازمه لاسبابك اللي انت بتادي فيها لرفع التعرفه. دورنا كميناء حاويات العقبة، متى بدا هذا الحوار بينك وبينهم؟ يعني انه فتره، يعني لو كان علينا بلشنا بالحوار فوق السنه كحوار. اوكي، بلشت تترجم اموره باللقاء مع مجلس اداره شركه تطوير العقبه. مين مدير هاي الشركه؟ شركه تطوير العقبه. المهندس المهندس غسان غانم. نعم والنعم. احنا بالنسبه لنا كميناء حاويات بنتمنى على المهندس غسان غانم، وهو يعني اخ عزيز له كل الاحترام، اذا كان بيسمعنا يدلي بدلوه ويقول لنا ليش يعني ما سال الصناعيين، او سال واحنا ما بنعرف. تفضل سيدي. احنا بالنسبه لنا بنرفع، بنقوم بالاسس المطلوبه منا، بنرفع لشركه تطوير العقبه. شركه تطوير العقبه بتقوم بمخاطبه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتمشي المسيرة حتى تصل إلى الجريدة الرسمية، ويتم نشرها بالجريدة الرسمية مشروطة بالموافقات. هلأ كميناء حاويات أخذنا الموضوع من بعدين. هلأ في بعد اللي هو المناولة زي ما كان بيحكي، بس كمان في أبعاد ثانية كثير تأكدنا إنها تكون مراعية لتجارنا. أعطوكم رد يعني الشركة على أضرار المتحقق وعلى نتائج هذا القرار؟ هلا نتائج القرار له أبعاد. أعطوكوا إشي مكتوب لمين؟ لكم أنتم، مش أنتم بدكم ترفعوا؟ إحنا بنرفع، إحنا بنحط الأسباب تبعات الرفع. طيب نعم. أنتم رفعتوا لهم أسباب الرفع ولا؟ نعم. أنا إذا مش قادر أستوعب ساعدني مهندس موسى، هل جاكوا رد من الشركة تطوير العقبة من عطوفة المهندس غسان غانم بيقول إنه ارفعوا وليذهب الصناعيون والمواطنون إلى الجحيم؟ لا طبعا، في بتم مناقشات. شو ناقش؟ كيف جوهر النقاش؟ جوهر النقاش بيتم الاجتماع مع الشركة، مناقشة المواضيع، شو أسباب الرفع. طيب. طيب. وتمشي بالسلسلة. تسمح لي بس خنأخذ اتصال مع فضل. المهندس سامر جوابري، نقيب أصحاب تجار المواد الغذائية. مساء الخير مهندس. مساء الخير، والله يعطيك العافية. يا سيدي، احنا في موضوع رفع أسعار المناولة والتخزين للحاويات بنسب قدرت بين 15% إلى 100%، وهذا الرفع قررته شركة ميناء حاويات العقبة، كما يقول ضيفنا هنا الأستاذ إيهاب الرواشدي بأنهم تشاوروا مع شركة تطوير العقبة. ما هي آثار هذا القرار لو سمحت فهمنا يعني على تجار المواد الغذائية؟ وأتمنى أنه ما تقول لي الآن بدأت ترتفع الأسعار على المواطنين، وخاصة احنا جايين عشان رمضان، يعني بدهم يعيدوا علينا قبل رمضان يبدو الناس. يا سيدي الكريم، يعني خلينا لما نحكي بموضوع المواد الغذائية، هو موضوع له حساسية له طابع خاص. نعم. طبعا المواد الغذائية يعني تأثرها برفع هاي الأسعار تأثر كبير. يعني احنا بالنسبة لنا ميناء العقبة هو الميناء الوحيد حاليا اللي احنا معتمدين عليه. نعم. واحنا لازم نحافظ على تنافسية ميناء العقبة مقابل الموانئ الاخرى والموانئ القريبة. طبعا عملية رفع الاسعار يعني هي انا برأيي مغالاة فيها كبير، وهي بتقلل من تنافسية الميناء وبتأثر بشكل سلبي على اسعار المواد الغذائية، بالذات المواد الغذائية المبردة والمجمدة اللي هاي تبعات القرار بتأثر عليها بشكل كبير. طبعا احنا يعني الآن بنواجه العديد من قضايا مثل الرسوم والضرائب المتعددة اللي عمالها تضاف، بالإضافة إلى زيادة الأجور المناولة والقضايا هاي بميناء العقبة. هاي كلها أنت إذا بتضيفها بتأثر على الكلف بشكل كبير، ولما أنت تزيد الكلف بالنهاية الأسعار بدها ترتفع. كتاجر حضرتك. نعم. مهندس سامر، كتجار يعني مثلا إذا أنت أو أنا تاجر وبنجيب بضاعة، هذا الأمر برفع في سعرها رفع الأسعار رسوم المناولة؟ يعني هذا بدخل طبعا بده يرفع، لأنه هذا بيدخل بأجور بالأجور والتكاليف. مع زيادة الكلف والأجور
التاجر بيضطر انه هاي يغطي هاي الكلف بزياده الاسعار شو ما كانت. احنا بنطلع على مجموع. طبعا احنا بالنسبه لنا كنا ننظر لهاي الاجور اصلا بالبدايه كاجور المناوله لميناء العقبه، انا برايي حسب اللي احنا مشاهداتنا مع الموانئ الاخرى هي الاعلى بالموانئ. فاحنا حتى نحافظ على تنافسيتنا، احنا هيك عمالنا اصلا ما في تنافسيه بميناء العقبه قلت. هي الاعلى بين الموانئ قبل الرفع. بين الموانئ. قبل عمليه الرفع. نعم. يعني احنا مش وضعنا كان. احنا كنا نشكو من هذا الموضوع من البدايه. وهلا الان مع زياده هاي الاجور يعني صار الوضع لا يعني لا يطاق بصراحه. واحنا مستائين جدا من هاي العمليه ومن هاي الرفعه الاخيره. لما تنظر إلى هنا في بعض الزيادات وصلت أكثر من 100% تقريبا. طيب أستاذ سامر، شو بتوجه رسالة لشركة تطوير العقبة ومديرها المهندس العزيز غسان غانم؟ شو بتقول له يعني هذا الشعب هذا المواطنين يعني كيف بدنا نواجههم بالأسعار بكرة إذا بدنا نرفع؟ إحنا لازم ننظر على منظومة دخل المواطن بالأردن. نعم. يعني إحنا مستوى الدخل بالنسبة لنا لا يقارن بالخليج ولا يقارن بالأسواق الأوروبية ولا غيرها. فلازم الأسعار تكون تتناسب مع مستوى الدخل. احنا المواطن عندنا وصل لمرحله انه ما بيستطيع يتحمل كل هاي الزيادات اللي عماله يتحملها. احنا قبل 3 أسابيع ضافوا علينا 1% ضريبه بدل الخدمات صحيح جمركيه، ضافت اجور الكهرباء، اجور النفط زادت، الايجارات زادت. يعني هاي كلها بتطلع على منظومه كامله من التكاليف والضرائب والرسوم. هاي كلها بتاثر على الكلف، وهاي كلها بدها ترفع الاسعار مش بس اسعار المواد الغذائيه، أسعار المواد بشكل عام. طيب شكرا لك المهندس سامر الجوابري نقيب أصحاب تجار المواد الغذائية، شكرا لك. مهندس موسى، يعني احنا ظل علينا بس ان نشطب هالصناعيين الأردنيين نقعدهم في الدور وهالتجار ونجيب تجار من الهند ومن سريلانكا، يعني مع احترامي هذول الجنسيتين، يعني وكأنه السياسات يعني الحكومة خلينا نقول أمرها لله. طيب انت ب 2010 اذا سلمنا برواية الأخ إيهاب، ب 2010 لم يكن الضغط على ميناء الحاويات كما كان الضغط عليه اليوم ب 2011 و12، لأنه موانئ طرطوس واللاذقية وغيرها سكر الآن ما بنجيب منها. الآن لما صارت في حركة وتجارة ودنيا ونشطت العقبة اللي كانت ميتة قبل 2010، الآن بدهم عاقبوا الناس والصناعيين والتجار، وانت التزمت لما انتخبوك الصناعيين بالدفاع عن يعني مطالبهم وعن حاجياتهم وعن ظروف الصناعة في الأردن، يعني كيف بدنا نوفق بين هذا الأمر؟ وهذا يعني حقيقة يعني مثال من أمثلة عديدة. وزي ما تفضل السيد إيهاب قال لما رفع مذكرة إلى شركة تطوير العقبة أخذ هذا الحوار سنة، فأعتقد ما قصرت شركة تطوير العقبة مع الشركة التي تملكها اللي هي 49% اللي هي شركة ميناء الحاويات. نعم. إحنا نحكي قاعدين على شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. صحيح. ليست فقط في هذا القرار، أنا لو وقف الأمر أعتقد على هذا القرار ولم يسبق أي قرارات أخرى أعتقد كان مر الكرام، لأنه إذا حسبتها حقيقة يعني الأثر صدمات متتالية بالضبط، الأثر على التجار وأثر على الصناعيين. نعم هناك أثر، ولكن أثر حقيقة بالقلم ورقة اليوم حسبتها مش هالأثر الكبير، ولكن زي ما تفضل المهندس سامر الصدمات المتتالية ابتداء من رفع أسعار الكهرباء من الآن لغاية 2017، كثير من الصناعيين حتى ما بيعرفوا من هون ل 2017 سترتفع فاتورة الكهرباء على الصناعة أكثر من 85%. طبعا تلا هذا القرار موضوع الضرائب الخاصة، ضرائب الخاصة بعض الصناعات مثل منتجات أملاح البحر الميت أو بين قوسين الكوزميتكس، هذه حقيقة 25% ضريبة خاصة. القرار تم أخذه بين ليلة وضحاها. القرارات المتتالية 1% على حجم أو على المستوردات المعفاة، ولا تعلم الحكومة أو تعلم أنه 80% أو أكثر من هذه المستوردات هي مدخلات إنتاج. نعم. ليست طبعا التاجر أيضا يتضرر، ولكن الصناعة هي الأكبر المتضررين. هذه يعني الصدمات المتتالية على الصناعة سترتفع أو سترفع الكلفة. رفع هذه الكلفة أكيد سيتأثر المواطن. نعم. فضمن هذه الرفعات المتتالية هنا أعتقد مربط الفرس، وليس نأخذ هذا القرار من دونه أو يعني خارج القرارات الأخرى. يمكن هذا ما كان ذهب إليه التجار والصناعيين عندما ناشدوا اليوم هنا في موقع
عمون ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور التدخل لوقف القرار او تاجيله، مؤكدين ان رفع الاسعار غير مبرر، لافتين الى ان كافه القطاعات ستضطر الى رفع الاسعار لتغطيه التكاليف الجديده والمفاجاه. يعني نعطي دكتور مهند نقطه مهمه واعتقد هاي لازم احنا يعني نشير الها، هي موضوع الاجور او الاجور المناوله لم تتغير من 0 الى 14 يوم كما علمت. صحيح. وكما قرات حقيقه في بعض الصحف. الان هذا مهم انه نعرفه، يجب الاسراع في موضوع الفحوصات وموضوع التفتيش التي تجري الحكومة، بمعنى أنه في طبعا زي ما بيقولوا تفتيش inspection على من قبل المواصفات والمقاييس، من قبل الغذاء والدواء، من قبل أكثر من جهة حكومية. هذه الفحوصات تأخذ بالوضع الطبيعي مش أقل من أسبوع إلى 14 يوم. طب أنا اليوم من الحاويات لم تغير أسعارها أو من 0 إلى 7 أيام معفى، ومن 0 إلى 14 لم تتغير الرسوم. نعم. فلذلك إحنا نطالب كصناعيين وكتجار الجهات الحكومية، مواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، الزراعة، من له علاقة الصحة، أن يكون لها مختبرات موجودة هناك معتمدة موجودة في العقبة، حتى يتم الإسراع، قلل الزمن، حتى لا نكبد الصناعي ولا نكبد التاجر أجور. إذا خرجت الحاوية خلال هذا الوقت خلينا نقول 7 أيام، وسبع أيام حقيقة وقت جيد، لا يتأثر التاجر ولا يتأثر الصناعي من وراء هذا القرار أو رفع الرسوم. فلذلك يعني هذه مناشدة أيضا ل رفع كفاءة الإدارة المحلية في الملاحة. أيضا نقيب الملاحة في الأردن المهندس بسام الجازي، يعني كما أنت مهندس موسى وكما الأخ مهندس سامر جوابري وكما كل الصناعيين، نقيب الملاحة في الأردن المهندس بسام الجازي قال في تصريحات صحفية إن هذا الرفع لا يوجد ما يبرره، ولم يتم التشاور مع غرفة التجارة والصناعة والملاحة كما كان متعارف عليه. طيب الآن سمعنا أخي أستاذ إيهاب يعني وجهة نظر الصناعيين والتجار والملاحيين وفي مناشدة لرئيس الوزراء، يعني خلينا نفهم يعني عقد الشركة، عقد الخصخصة تبع الشركة بيقول أنه من حق الشركة أن ترفع كل 5 سنوات، وأنتم لم يمضي 3 سنوات على آخر رفع رفعته، من 2010 إلى 2014 من 2000 نصف 2010 تقريبا 3 سنوات ونص. في بعدين دكتور هنا، تفضل. هلا احنا بدنا نطلع شو هو وضعيه، انا عجبوني 3 نقاط رئيسيه تكون صادق معك، اللي هي تنافسيه ميناء العقبه، صحيح، المغالاه، وال2017 رفع الاسعار. صحيح. فيما يتعلق بالنقطه الاولى اللي هي تنافسيه ميناء حاويات العقبه، ما بتقدر تقرر انه ميناء او اي ميناء حواليك منافس الا بامور معينه، ممكن تكون مجموعه من التعريفات لديه منخفضة، ممكن مجموعة من التعريفات مرتفعة. لديه مرتفعة. صحيح. هلا أخذنا بعين الاعتبار، وكان بالنسبة لنا أخذنا أهم شغلة اللي هو التاجر الأردني، طلعنا شو معدل ومكوث الحاوية الملانة على الأرض في ميناء الحاويات، أقل يتعدى 60% منها أقل من 7 أيام. عظيم. ومعظم ما تبقى 40% هذه ايش يعني، معظم ما تبقى منها بخرج بال7 أيام التي تليها، التي هلا معدل مكوث الحاويه الملانه في ميناء الحاويات تقارب ما بين 9.5 إلى 10 هذا يوم. فهي فعليا هنا ظلت ضمن فترات اللي مدة. انا فعلا ما تم عليها اي نوع من التعديل، يعني الرفع على المدد التي تزيد على 15، لأنه بالأول وبالآخر بدك تطلع على بعد ثاني. ميناء الحاويات كمان ما بتقدر تعتبره كمان مخزن للأرضية، مش أرضية بالضبط، إحنا بهمنا الحلقة كاملة تكون ماشية. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية اللي زي ما ذكرها المهندس سامر اللي هي متعلقة بالرسوم بشكل عام، هلأ أنت لازم أي إشي زي هيك تطلع على سلسلة النقل والتزويد كاملة. قمنا ببعض الدراسات وتأكدنا من طبيعتها، إحنا كميناء حاويات منشكل ما يقارب 5% من مجمل التكلفة اللي تطلع على أي حاوية من لحظة وصولها إلى خروجها، من لحظة خروجها من المصدر السفينة. إلى وصولها، مش السفينة، حتى من بلد المصدر حتى وصولها لميناء حاويات العقبة وخروجها إلى التاجر. فأنت بتتكلم عن السلسلة كاملة،
احنا بنطلع على السلسله هنا بهمنا احنا نعزز قدرتنا التنافسيه. هذا طيب واحد. خليني اقاطعك اذا سمحت. معنا الرئيس التنفيذي لشركه تطوير العقبه المهندس غسان غانم. مساء الخير مهندس. اهلا دكتور عطوف. كيف دكتور تشرفنا يا سيدي. كيف حالك ان شاء الله بخير؟ الاخ ايهاب والاخ موسى عندك الله يسلمك. احنا يعني عارفين وهيك بصفه عامه يعني. لا احنا حبينا هيك نتحركش فيك يعني شوي بس احنا بدنا نسال يعني سيدي. هذا القرار القرار اللي هو قرار رفع رسوم، يا ريت مهندس احنا متاكدين من شغلك ومتاكدين من دأبك ومتاكدين من حرصك على هذا، بس احنا في النهايه بدنا جواب مقنع للناس اللي بيقولوا انه هذا القرار اللي اتخذته غير ايجابي وسينعكس على رفع الرسوم والاسعار بالذات على السلع الغذائيه. تفضل ماذا تقول؟ نعم سيدي العزيز. يعني حقيقه هو هذه الرفعه في اسعار المناوله يعني هي الرفعه الاولى منذ العام 2010. يعني لو حاولنا ان نحسبها فقط بمعدلات التضخم كانت ستكون اكثر بكثير. حرصنا جدا على الاسعار، يعني انا لست مع القائل بان هذه الارتفاع في سعر المناوله يرفع الاسعار، لانه علينا ان ننظر الى الموضوع بطريقه شموليه. يعني اذا نظرنا الى الحاويه بصفه عامه، معدل كلفه الحاويه من مصدرها الى الميناء لا يقل عن 2500 دينار اذا كانت قادمه من شرق اسيا او من هذه المناطق، وهي يعني اغلب المناطق اللي تيجي منها. وهناك ايضا كلفه للحاويه حوالي 250 دينار في نفس الميناء مع النقل يعني في الاردن. الرفع اللي تم هو تم فقط على سعر المناوله، فاذا نظرنا الى سعر المناوله اللي هو يعني اذا قلنا انه هو يعني بحدود ال 40 دينار كمثل وهو هذا الرقم التقريبي في احسن في اسوء الاحوال. الرفع كان 15%، يعني حوالي 6 دنانير على الحاويه. لما نحسب ال 6 دنانير من حوالي 2750 دينار راح نلاقي انها يعني لا تتجاوز يعني مبلغ يعني كنسبه لا تتجاوز ال 24% في المية، يعني رقم بسيط جدا. وفي نفس الوقت اذا حسبناها بسهوله احنا ركزنا على السلع التي تهم المواطن، الدجاج، اللحوم، السكر، الارز، الزيوت، السلعه اللي هي تستعمل بشده من قبل المستهلك الاردني والمواطن الذي يعتمد على هذه السلع في غذائه اليومي، هذا لا يتعدى الزياده على سعر الكيلو اكثر من ثلث، هي اقل من ثلث فعليا، لانه الحاويه اللي فيها 7500 كيلو 7.5 طن معدل الزياده عليها لا يتجاوز 6000 ثلث. فإذا قلنا 6000 ثلث على 7500 كيلو بيطلع القيمة أقل من ثلث. هذه نقطة. بالنسبة لأسعار التخزين، الارتفاع لم يتم إلا بعد 14 يوم. هلا الحاوية اللي بتضل أكثر من 14 يوم فيها مشكلة. طيب. يكون فيها مشكلة وأحيانا تستغل يعني بيحصل نوع من إساءة الاستغلال، إنه بعض الوكلاء أو بعض الشركات طبعا بدون قصدهم هدفهم ليس هدفهم الإساءة بقدر ما إنه بيضطر يخليها، بيقول لك أنا بدل ما نقولها يومين لبرا ولا أنا والله بخليها وبدفع هالقرشين. طيب مهندس. بالتالي تمت الرفع بعد 14 يوم. إحنا لما نقول إنه معدل بقاء الحاوية أو ما يسمى بالدول تايم في الميناء لا يزيد عن يعني في الاحوال العاديه عن 9 ايام، طبعا في مرات توصل ل 10 ولكن في حاويات معينه، بس بصفه عامه نقول انه 9 ايام، فاذا لن يطالوا اي نوع من الزياده، وهذه هي الزياده الوحيده من الناحيه العمليه. الان اذا نظرنا من ناحيه اخرى احنا بنطلع انه ننزل ال 9 ايام هذه الى 6 ايام او 5 ايام عندما تفتح الساحه 4. طيب مهندس غسان لو سمحت لي، يعني احنا اعطيناك فرصه يعني توضح الامر وانت مشكورا على مبادرتك بالاتصال، لكن انا المهندس موسى هون كممثل للصناعيين بيقول انه القرار قد يكون له اثار سلبيه على الصناعه والغذاء والصناعيين. انا خليني اسرد لك جمله مواقف لانه احنا بننقل مواقف الناس في رؤيا، لا نتبنى نحن اي راي الا اننا ننقل مواقف الناس. مجموعة من الصناعيين والتجار ووكلاء الملاحة البحرية خاطبوا دولة رئيس الوزراء بضرورة وقف هذا الإجراء لأنه بيأثر على الأسعار وبالذات إحنا مقبلين على شهر رمضان. نعم. أيضا اسمح لي خليني أكمل أرجوك هذا التأثير وضحنا أنه التأثير واضح. أرجوك مهندس أرجوك بس خليني أكمل مهندس غسان أرجوك يا أخي يعني الله يرضى عليك. أيضا رئيس غرفة تجارة الأردن أيمن حتائت
حتى عبر عن استيائه إزاء قرار الرفع. أنا بنقل هذا تقرير صحفي منشور في موقع عمود. سليم جدعون عضو نقابة تخليص البضائع أكد أنها زيادة غير قانونية على أجور المناولة. رئيس نقابة الملاحة في الأردن المهندس الجازي بسام الجازي بقول هذا الرفع لا يوجد لديه مبرر. يعني لا يوجد أحد ينصرك هنا في هذا القرار مهندس غسان إلا السيد إيهاب الرواشدي يقول أن هذا الأمر يعني وأنتم تمثلوا الشركة. يعني الزيادة التي حدثت ليست زيادة، قلنا أنها زيادة طفيفة جدا، وعلينا يعني أن نستذكر أن هذه الزيادة هي أول زيادة من 4 سنوات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل هؤلاء الإخوة جميعا هم كلهم إخوة محترمين وفي مجال لديهم خبرة طويلة في مجالاتهم، يعني عليهم أن يعني أن يقدروا أن هناك الآن أولا في رصيفين إضافيين أضيفوا إلى ميناء الحاويات، كلفة الرصيفين تتخطى 120 مليون دينار، هناك معدات إضافية من الأوناش والمصطفات برضو كلفة عالية جدا، هناك ساحات إضافية. علينا ألا ننسى أنه هذا يعني الآن نحن الآن نتناقش ونفاوض نقابة لجنة النقابة على اتفاقية العمل الجمعية الثالثة، يعني اتفاقية العمل اللي تمت في 2010 لم يتم بعدها رفع. طيب خلينا نشوف 2012 لم يتم بعدها رفع. تسمح لي نحن على الاتفاقية الثالثة هذه كلها. طب لا ننسى انه كمان رفع مستوى العمال، كمان العامل من حقه اللي بيعمل يعني بجهود واجتهاد وارتفع مستواه المهني كثيرا، من حقه انه يرتفع مستواه المعيشي. والحمد لله انه وصلنا لمستويات جيدة. هناك تحصيلات كثيرة جدا جدا تمت على الميناء بحيث انه يعني الرفع الذي تمت لا يعني. طيب خلينا نشوف مهندس غسان اذا سمحت لي ولك كل الكرامه والاحترام، نشوف المهندس موسى الساكت اذا حاب يوجه لك بعض الاسئله او بتحب تقاطع او بتحب تتحفظ على ما ورد من شيء. لك كل مساك بالخير مهندس غسان. مساء الخير اخي موسى ويعطيك العافيه. ولا حد ينكر حقيقه يعني الاضافه او الشركة تطوير العقبة ماذا قدمت خلال السنوات الماضية، فلكم كل الاحترام والتقدير. الله يخليك استاذ، هذا من زوجك لأنك بالأصل دائما. الله يسلمك. احنا بس الآن الاستفسار طبعا انه لماذا الآن، وانت تعلم ان طبعا من حق الشركة الخاصة اللي هي شركة بناء الحاويات ان ترفع الأسعار كما قرأنا في الاتفاقية او كما اشاروا الاخوان في الاتفاقية، ولكن احنا كصناعيين وكتجار بتعرف تعرضنا إلى صدمات متتالية، وهذه الصدمات يعني كان آخرها موضوع رفع أسعار الحاويات من الحاويات. فالآن لماذا الآن باشمهندس التوقيت سيدي طبعا هذه أول ليس من حق شركة ميناء العقبة الحاويات أن ترفع الأسعار، وليس من حق شركة تطوير العقبة أن ترفع أسعار المناولة. هناك نظام لذلك، تقوم شركة ميناء حاويات العقبة برفع الموضوع إلى شركة تطوير العقبة، حيث تقوم برفعه إلى مجلس إدارتها الذي يحول إلى مجلس المفوضين بصفة صاحب الولاية في هذا المجال، ومجلس المفوضين يدرس. حقيقة مجلس المفوضين لم يتقاعس يعني سنتين، يعني هذه الرفعة تدرس من العام 2012 وتم تخفيضها بقدر الإمكان، يعني كانت أكثر من ذلك، ولكن مراعاة لمصلحة المواطن تم تخفيضها يعني بحيث أنه يعني ولا يموت ديب ولا يفنى الغنم، ونزلت إلى أقل المستويات يعني 15% فقط على أسعار المناولة. خلينا يعني دعنا نقدر أن أسعار المناولة بصفة عامة هي نسبة بسيطة من كلفة الحاوية، فلما ترتفع أسعار المناولة فقط 15% قلنا أنه التقدير لا يتجاوز 24% في المية يعني 2.4 في الألف، وهذه يعني على مدى 4 سنوات حقيقة لما تقسمها على مدى 4 سنوات يعني بعيدة جدا 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 عن نسبة التضخم التي يعني من الطبيعة أن ترتفع عليها هذه النسب. المهندس غسان غانم يعني إحنا هون في الاستوديو بنشكرك أيضا في تقديرك أيضا للمسؤولية وأنك تتصل وتوضح وتشارك في هذا النقاش. شكرا لوجودك في موقعك وشكرا لوجودك على تجاوبك معنا وتوضيح بعض القضايا. شكرا لك مهندس غسان غانم رئيس تنفيذي شركة ميناء حاويات العقبة تطوير العقبة عفوا. بعد الفاصل نستمر بالنقاش والمتابعة. شكرا. نعود أعزائي المشاهدين لمتابعة حوارنا، و
مهندس إيهاب، أنا يعني فاتني أيضا أذكر أنه كل الصحافة الاقتصادية في الدستور في الرأي في الغد يعني الصحيح اهتموا بهذا الجانب في بقية المواقع الإلكترونية الموجودة والمتعارف عليها، يعني كان هناك إشارة لهذا القرار وتناولوا بالصحافة الاقتصادية بشكل كبير. الجميع أجمع على أن هذا القرار في غير توقيته، ونحن من بداية الحلقة نسأل لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ شكرا سؤال دكتور. هو فعليا احنا كل وقت ممكن نحكي مش هو الوقت للموضوع، هلا اجى فعليا بهذا الوقت اللي ممكن كان في قسم فعليا من الصناعيين والتجار عم بيعانوا من بعض الزيادات اللي المتتالية نحكي، ولكن الزيادة نحكي انها صارت اخذنا فيها بعد شهر كامل حتى يتم تنفيذها، اللي هي كمان هاي نوع من أنواع إعطاء الفرصة، يعني إعطاء الفرصة إنه أي تاجر بالذات خطوط الملاحية اللي بتبلش تحرك بحاوياتها تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحاويات لما توصل للأردن. طيب سامح عبيدات يسأل ما هي أنواع الرسوم التي ارتفعت وما هي نسبتها؟ احنا أشرنا لها بس بنحب إنه نعطي قيمة لهذه الأسئلة. نحكي الأبعاد الرئيسية، أي شيء كان متعلق بالبعد الكهربائي اللي هي الحاويات المبردة كان في نسبة ارتفاع اللي هي ما تقريبا اللي هي 15%. كانت عندنا أخذنا بعين الاعتبار اللي هي الأيام التخزين، فعليا ما زدنا عليها أي شيء لحدية 14 يوم ومنهم 7 أيام مجانيات اللي هي رسوم تخزينية مجانية للحاوية اللي بيمكانه طبعا معظم التجار كانوا بيقوموا يخلصوا عليها بهاي الفترة، بتوقع أنها كمان فترة معقولة. مجزية وما معقول إنه يقوموا بالتخليص عليها، وأمور تتعلق احنا بنسميها الاستيفادورية اللي هي بتتعلق من الباخرة للرصيف. هذا يعني نضال حداد يسأل ما مقدار ارتفاع رسوم المناولة، هي من زي ما تفضلنا مختلفة من 15% حسب البعد الموجودة فيه حسب. طيب بس بنفس الوقت أمجد تادروس يسأل ممكن تسألنا عن أصحاب الشركة والأهم من ممثليهم في الأردن من أصحاب المعالي، ما بعرفش أنا هذا السؤال. شركة الميناء تطوير الميناء تطوير العقبة معروف أنه تابع لنا، بس الشركة اللي أنتم مستثمرينها هل هي شركة أردنية ولا أجنبية؟ شركة عالمية قلنا. شركة عالمية اسمها APM Terminals محطات الحاويات الدولية، إلها أكثر من 67 ميناء في العالم بتديره وتملكه. تقوم بالوقت الحاضر من اللحظة اللي بلشت فيها APM Terminals بمملكة الأردنية الهاشمية وميناء حاويات العقبة استثمرت ما يزيد عن 284 مليون دولار مشكلة، كان أهمها هي توسعة الرصيف. فباللحظة اللي قام فيها بالتطوير فعليا قدرنا أنه إحنا نجذب خطوط ملاحية بحجم بواخر أكبر. هلا طبعا أي لما تلقائيا أنت بعلم الاقتصاد أي شيء بيكبر تلقائيا السلوتس اللي فيه بتتغير، فسعر السلوت الواحد بتغير. عظيم، خلينا بس نعتذر منك، معنا نقيب أصحاب شركات التخليص السيد عبد المنعم الزعبي. مساء الخير. مساء الخير، أنا ما سمعت شيء بدك تعلي صوتك. مساء الخير. مساء الخير. تفضل يا سيدي، ما هو رأيك بهذا القرار، قرار رفع رسوم المناولة على الحاويات والتخزين سيد عبد المنعم؟ أول شيء أنا يعني المقدمة اللي حكيتها، أول شيء مساء الخير إلك والأخوة المشاهدين. تفضل يا سيدي. أنا سمعت المقدمة اللي حكيتها. طبعا أعطيني يعني الآن رأيك. الموضوع اللي بدك إياه. نعم. فاهم شو الموضوع اللي بدك إياه. طيب الآن ما هو رأيك بهذا القرار السيد عبد المنعم؟ يا سيدي أولاً أنت إذا بدك تطلب مني زيادة بدك تكون قايم بشغلك مزبوط من الأول، يعني قبل كل إشي تكونوا أنتوا قايمين بشغلكم مزبوط مشان تقولوا بدي والله زيادة، أنا بشتغل كويس زيدوني. لكن المشكلة أنه مش قايمين بشغلهم ولا 1%، يعني الحاوية بتطلبها اليوم تبعد 10 أيام بدها تنزل واخذوا عليها أعطال. فهي واحد، هي من حيث المبدأ أنه هم مش قادرين يقوموا، لا عندهم آليات تكفي ولا ونقلوا ساحة المعاينة على ساحة ثانية، يعني صارت الحاوي لحالها تتأخر. ألا إحنا هذا الموضوع خليه على جنب، لكن أنت بدك تزيد، أنت زيادة زدت 50% دفعة واحدة. قبل الزيادة هاي كانت فترة السماح 7 أيام، صارت كانت فترة السماح 10 أيام، نقصوها صارت 7 أيام من تاريخ وصول الباخرة، من تاريخ وصول الباخرة. يعني ممكن الباخرة تصل وتقعد يومين ثلاثة تفضي، وبعد اليومين الثلاثة هم صاروا حاسبوك عسبوع، يعني تطلع انت اصلا مالكيش فترة سماح. هاي مش زيادة، هاي زيادة 100%. هم زادوا 50%، لكن 100% زادوا، الزيادة اللي زادت على الاسعار صارت 100%، وهلا جايين يزيدوا فيه بعض الزيادات كمان تصل
ل50% ول100%، مش معقول يعني. طيب انت شو اللي صاير؟ زياده اللي صاير عندنا يعني كانه ما في حدا عليهم لا حسيب ولا رقيب، زيدوا زيدوا. طيب زادوا الارضيات، زادوا التاخير، مش معقول اللي بصير. طيب استاذ عبد المنعم، ما هي رسالتك؟ ما هو لمن توجه نداءك؟ لرئيس تطوير الشركه، لرئيس الوزراء، للنواب، للاخوان الممثلين معنا هنا؟ انت في النهايه ما هي رسالتك؟ رسالتي يا سيدي العزيز، رسالتي لرئيس السلطة انه بالاول يا عمي انت يعني استشيروا الناس اصحاب الشان، استشيروا الناس المعنيين، غرفة التجارة، النقابات المعنية، استشيروهم. طيب بالاول يعني زيادة مش معقول انه لا حسيب ولا رقيب عليهم، بزيدوا زي ما بدهم. عظيم، شكرا لك. معقول انه انت تزيد 50% مرة واحدة؟ شكرا لك السيد عبد المنعم الزعبي، الوقت بدركنا، ارجو انك تعذرني واحنا حاولنا نسمع ما امكن ان نسمعه منك، وشكرا لك. مهندس موسى، يعني قبل ما نرفع، وانت قلت انه لازم من رفع كفاءة الميناء، يعني المختبرات بعض الناس بيضطروا ينزلوها على عمان، الاخ عبد المنعم بيقول لك ساحة المعاينة نقلوها، الاليات مش كافية، يعني في ضغط على الميناء، واكيد في ضغط لانه المنطقة بتغلي، والحمد لله احنا عندنا استقرار، بالتالي بده يكون في عندنا يعني حركة على هذا الميناء. يعني بدي أعلق سريعا، احنا كمان ايضا ما نلوم شركة تطوير العقبة، لانه حقيقة حكومتنا ما بتستشير القطاع الخاص، فيعني ما نلوم شركة تابعة للحكومة ان تستشير القطاع الخاص، مع انه واجب حقيقة، لأنه إحنا ننادي بالشراكة، فلذلك يجب القطاعات الخاصة أو القطاع الخاص أن يستشار بكل مكوناته. هذا أولا. والشغلة الثانية اللي حكيناها، وأعتقد أنه إحنا اليوم ولا أجامل على رأس المؤسسات الغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس، مدراء أكفاء، فأعتقد من الواجب الآن نرفع كفاءة موضوع الفحوصات التي تتأخر كثيرا وفيها بيروقراطية وفيها حقيقة يعني إجراءات ذبحتنا إحنا كقطاع خاص. للأسف إنه مش ما بتستشيركم، الأمناء عاملين أحزاب بيقولوا بيعملوا قانون ما بيستشيرونا، القضاء بيقولوا عاملين قانون لإصلاح القضاء ما بيستشيرونا، التجار بيعملوا لهم رسوم، والصناعيين بيقولوا ما بيستشيرونا، يعني هذه حكومة الوان ما نشوف بتعمل لحالها. نعم، هي هذا للأسف اللي حكينا. إحنا اليوم الحكومة إذا همها التنمية الاقتصادية فحقيقة يجب أن ترجع تتشارك مع القطاع الخاص. ماذا؟ لا يكفي فقط النداء عبر وسائل الإعلام. قبل ما يكون النداء الأخير بس. تفضل مهندس إيهاب، يعني التجار والصناعيين بيطلقوا النداء الأخير، يعني وإحنا مع احترامنا لشغلكم ولا عملكم وكل الاحترام لكل موظف بيشتغل في هذا الميناء، بس سمعت أنت عبد المنعم الزعبي بيقول ما في مناولة، ما في معاينة. خلينا نشوف المهندس غسان غانم. مساء الخير مرة ثانية مهندس غسان. هلا دكتور. يا سيدي سمعت، أرجوك اسمعني، سمعت أنت السيد عبد المنعم الزعبي بيقول إنه الآليات غير كافية، نقلتم ساحة المعاينة لمكان، المدة من تاريخ نزولها لخمس أيام بعجالة، ماذا تقول لو سمحت؟ بعجالة سيدي، أولا يعني في يعني عدد الآليات من حيث الكم والنوع يعني أكثر من المطلوب في المرحلة الحالية. في العام 2013 ناولنا 817 ألف وحدة حاوية بهذه الآليات، وكانت بحالة جيدة، المصطفات كافية، ما في هنا أي مشكلة في موضوع الآليات. وأنا حقيقة مداخلتي أردت أن أنوه أن شركة ميناء حاوية العقبة مملوكة مناصفة ما بين شركة تطوير العقبة والشركة والشريك الاستراتيجي، وبالتالي هي شركة أردنية ودولية مناصفة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني الشركة كانت من أفضل الشركات في تقرير التخصصية، يعني أخذت يعني حقيقة تقدير ممتاز يعني جيد جدا من يا مهندس غسان. وثالثا والأهم من ذلك، إن هي يعني الميناء الحاويات في العقبة هو واحد من أفضل ثلاث موانئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيكون الأول أو الثاني أو الثالث على مدى السنوات السابقة كلها، فالتقييم هو ليس التقييم النظري أن نقول إنه زدنا 50% وزدنا 100%،
الزيادة واضحة، الزيادة واضحة، وأرجو أن نعي هذه العملية. عظيم. الزيادة تم دراستها خلال سنتين، ولما نقول إنه يعني خلينا نطلع على أي سلعة، على أي سلعة لم يتم رفعها من عام 2010 إلى اليوم. طيب. مهندس غسان، كثيرا لنصل وأخذنا القليل القليل. المستوى الأداء جيد، وعملية الذهاب إلى الساحة الجمركية لم تتم إلى الآن، فليس لها تأثير، ولكن طيب. الذهاب إلى هناك هو سيوفر أكثر من قيمة الزيادة بكثير، ممكن. لأنه سيقلل من نسبة من عدد الأيام بالنسبة للحاوية من 9 أيام إلى 6 أيام أو 5 أيام. شكراً مهندس غسان غانم، إحنا بنشكرك مرة ثانية على التوضيح، بنشكرك على مشاركتك وكل الشكر على جهودكم. يعني إحنا على الصعيد الشخصي لا نقول لوجهات نظر الناس، نحن نقلنا وجهات نظر الناس. أيضا لك الشكر بأنك ترجع تحكي معنا مرة أولى وثانية، هذا دلالة على مسؤوليتك في موقعك. أستاذ إيهاب أنا بشكرك، يعني لكن في النهاية ماذا تقول يعني لكل هذه الأصوات التي تجمع بأن القرار لم يتم التشاور عليه؟ من شاور الناس يا مهندس غسان، ومن حاور الناس شاطرهم عقولهم. نحن ما منكر شغلكم، بس الناس بيطلبوا الحوار معهم، الناس التجار والصناعيين والهيئات، ماذا تقول؟ احنا بنطلع سيدي على الأثر الإيجابي ل ميناء حاويات العقبة من 2006 حتى وقتنا الحالي. كنا بكل بساطة كنا نناول أقل من 400 ألف، إحنا ما يقارب هلا بنناول ما يقارب المليون حاوية. حكى المهندس صحيح. نعم، عملية التطوير اللي تم بميناء حاويات العقبة كان له فعليا أثر إيجابي على كل بضاعة توصل للأردن، حتى كبوابة للأردن والدول المجاورة له. طيب شكرا لك المهندس إيهاب الرواشدي، إن شاء الله تظلوا في إنتاجكم والعقبة تكون بوابة الأردن والثغرنا الباسم إن شاء الله. شكرا لكل العاملين فيها في موانئها وفي مرافقها. شكرا لك المهندس موسى ساكت، حذرني أرجوك يعني الوقت أخذنا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، حتى نلتقي غدا في رعاية الله.